هذه الدولة تتعامر على مواطنيها، لا تعترف بالمواطنين. هذه الدولة دولة موظفين. انتبهوا انتبهوا، الآن عزيز وغدا أنتم. هذه الدولة الآن تعتقل العزيز أمامي فقط لأنها تدعي أنه أقام بجنحة. انتبهوا، كلكم متهمون. ماهيشي زغلة جراحي ثورة، ماهيشي زغلة جراحي ثورة، ماهيشي زغلة جراحي ثورة، ماهيشي زغلة جراحي ثورة، ماهيشي زغلة جراحي ثورة. بعد الطريقة الوحشية اللي تم إيقاف عزيز عماني بها والاعتداء عليه بالعنف الشديد من قبل أعوان أمن مركز حلب الواد، هناك شكايات قدمت وكالة الجمهورية ضد وزير الداخلية باعتبار هو المسؤول عن أفعال الأعوان هذوما. اليوم عزيز يقدموه في حالة عرض لوكالة الجمهورية، ووكالة الجمهورية تقرر إيداعه بالسجن وتحديد موعد جلسة ليه يوم 23 ماي بتهمة المسك واستهلاك مادة مخدرة. القضية هذه نأكد لسان دفاع اللي هي يعني تهم قيدية غايتها ترهيب ولجم أخواه كل الشباب المناضل صلب الحراك الاجتماعي باش ما عادش يعاود يعني يتعرض للداخلية، وهذه الداخلية معناها خط أحمر ما تتمسش، والداخلية رايحة معناها باهية وأمن جمهوري وما عندهاش علاقة بالإرهاب، في حين اللي يقول عكس هذا راهو ما إله السجن. هذا المساج اللي حبوا يعطيوه اليوم العزيز. عزيز عمامي عنده مساج آخر ضمنيا هو موقوف ما عندوش اتصال بالأصحابه ورفاقه، وإنما لما اللي صارت اليوم هي تعبر أنه مهما سجنتم ومهما اعتقلتم ومهما كانت درجة الإرهاب اللي تستعملوا فيها، فالشباب هذايا لن يتأخر عن مواصلة المسار الثوري والحراك الاجتماعي اللي هو ينشط فيه. بالتالي ننبه الداخلية، هذه ممارسات قديمة متجددة، هذا إرهاب دولة يمارس على شباب مناضل. يعني حبيب اللوز والغنوشي مسيبين أحرار، وشباب الحراك الثوري اللي هما وصلوا لبلاد المرحلة هذه متاع حرية التعبير ومتاع مجلس تأسيسي ومتاع دستور هو اللي معناه محل تتبع ومحل تهم كيدية، وما لقاو ما يلفقوا العزيز. يعني الزتلة عزيز نعرفه معرفة شخصية، عزيز ما يستهلكش المخدرات، نعرفه من 2003 هو ما يستهلكش، وإنما دفاعه على المخدرات ومطالبته بتنقيح قانون 52 هو دفاع من زاوية مبدئية، لأنه شباب التونسي يعني غارق في السجون، أكثر من 8000 شاب تونسي محكوم بعقوبة بدنية قاضية بسجن عام من أجل استهلاك مادة مخدرة. هذا يا عزيز يدافع عليه من زاوية مبدئية، دفاعه المبدئي على زملائه خلى الخلط عند العباد واعتبار أنه عزيز يستهلك في المخدرات. لا، عزيز ما يستهلكش مخدرات، هذه تهم كيدية خلفيتها اتهامه لوزارة الداخلية بالإرهاب وتشهيره بأعوان مركز حلق الواد بالذات اللي هما حرقوا المقر بتاع المركز وحرقوا كل الأرشيف اللي فيه اللي يمكن أنه يدينهم في ممارسات فهمني منافية لحقوق الإنسان وممارسات إرهابية وإجرامية كان يمارس فيها البوليس، ولا زال بإيقاف عزيز البوليس لا زال يمارس نفسه بالممارسات. وزارة الداخلية هي وزارة إرهاب بامتياز. وزارة الداخلية 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 شباب الانتفاضة يتحاكم اليوم، محاكمات في المحكمة الدنيائية أبو زيد للشباب أبو زيان. اليوم شباب الانتفاضة يتحاكم بالتهمة وفي مستير وخليفة الرحمن وفتح الجلالي وصفوان بوعزيز وحلمي شنيتي ولا عمري وناس كل حرقة مراكز تهمتها أني حرقة مركز حتى نحرق حتى نحرق طيب ولد الشعب وحل للبوليس. مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة. مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة. حتى نحرق مركز حتى نحرق مركز بنجومكم بوزيركم بكلكم، واحد منكم بركة يخرج الارشيف نتاع البوليس السياسي، نتحداكم الكل الكل نتحداكم. واحد منكم بركة يخرج الارشيف
نتاع البوليس السياسي. واحد بركة منكم مركز حلق الواد عمدا، والناس حمادو، اهالي حلق الواد حمادو باش ما يتحرقش. المراكز كل حمادها الان شيوط مصولفار والجرائم تاع عماد طرابلسي اللي فك الديار في حلق الواد، والناس اللي اعتدى عليها، والبنات اللي اغتصبهم. وا 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 وقفونا تربحونا، وقفونا تربحونا. اياكم اياكم والتنازل، اياكم والمفاوضات، اياكم اياكم والنقاش مع البيروقراطية النقابية او النقاش مع احزاب سياسية اعتبرت هذا الامن جمهوري. اياكم اياكم ان تقعوا في فخ المماطلة، اياكم ان تقعوا في فخ. ارجع غدوة، ارجع غدوة، فلنفعل شعاراتنا، فلنفعل شعاراتنا، شعاراتنا اسقاط النظام، شعاراتنا الثروة، شعاراتنا الحق الكريم. فري عزيز عمامي يا طحنة العابدين، الكل حرقنا مراكز حبسونا اجمعين. شعبي في حالة صراحي هومو كم مصطوف في بولتو، هون اللي قول الحق بقارو ويدا تشوه صورتو. ستم البلاد من نيك علينا شدد البونتو، لحرب خاب السلطة نقزولو على بشولتو. بلد عمنا في ابن حرب لما جلال سطنا ضربوكم قوة يزدنا حبسكم ونعرفو. سيح نكاحكم ادجنا دنا سدو بس لحكم ايه هددنا برا بشونا وحاق قد عدنا وصخوا اذنيكم تسمعو.